بلغ عجز ميزانية الحكومة المركزية في تركيا مستوى 17 مليار و300 مليون ليرة خلال مايو الماضي. وقالت وزارة المالية التركية إن العجز الأولي والذي لا يشمل مدفوعات الفائدة قد بلغ 7 مليارات و640 مليون ليرة، كما سجل عجز الميزانية 90 مليار و100 مليون ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وفي سبتمبر الماضي توقعت الحكومة أن يبلغ العجز 138 مليار و900 مليون ليرة خلال عام 2020.